وقلت له السلف عندهم المقياس للرجل صحبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين من؟ خليله. القاعدة يا أخوانا قاعدة السلف لا تخطئ، هذه قاعدة معصومة. لماذا؟ للحديث الأرواح جنود مجندة. قال الأصمعي ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول القائل عن المرء لا تسأل أها وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. الرجل بيمشي على دين خليله، وحتى أنت لو جالست إنسان وما كنت زيه حتبقى زيه، حتبقى زيه. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستماع إلى الدجال. ليه؟ الدجال ده واضح مكتوب عليه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، ابعد. قال فإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، قال فيتبعه لما يلقي من الشبهات. اعمل حسابك. ولهذا أهل البدع أو أهل الأهواء العلماء قالوا كالجرب، عندهم ده زي الجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ده شنو؟ السعر، السعر مبعادي، مرض السعر بعادي. اعمل حسابك انت حتى لو زول كويس مشيت قعدت مع ناس سيئين بتشرب منهم. من اجمل لطائف الشعراء شاعر بيصف في الفتيله والشمعه بتاعت النار اللي بولعوها دي، الشمعه جواها في فتيله والشمعه ببرا، عين الشمعة قال مالي أرى الشمعة يبكي في مواقده أمن حرقة النار أم من فرقة العسل. الشمعة دي ما لا بتبكي، النار مولعة فوق الشمع بينزل بالجنباز كأنها بتبكي، ما لا بتبكي لأنها فارقت العسل ولأنها محرقة شنو؟ حرارة النار. رد عليه شاعر ثاني قال له من لم تجانسه فاحذر ان تجالسه ما ضر بالشمع الا صحبة الفتل. الشمعة المقعدة جنب الفتيلة شنو؟ ما ضر بالشمع الا صحبة الفتل. ولهذا قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى قال ولقد رأينا أناسا ممن كانوا ينكرون على أهل البدع ويسبونهم فلما جالسوهم صاروا معهم. احذر من المجالسة والمخادنة. لذلك قال علي رضي الله عنه لرجل رآه يجلس مع رجل آخر قد كرهه قال لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا أبصر ما يخشاه توقاه. اعمل حسابك.